فقالت انه انا بدي حدا يدعم، بدنا يكون حدا يدعم ابوي ويوقف. انت داعم حالك لحالك، واحنا جايين نشكرك على انك انت عمالك تعطي خبرتك للشباب الاردني، واحنا جايين نشكرك انك ربيت تربيه صالحه اللي اليوم عمالها بتوقف مع ابوها عشان تساعد ابوها انه ينجح شغله ويستمر شغله ويوظف ناس ثانيين وينجح شغله ويصرف على العيله. هاي البذره الصالحه. ان شاء الله دائما احنا في هالبلد الامان بلد ابو حسين سيدنا العمال وتعطينا هاي الدفعه، ان شاء الله دائما نضلنا معك ونضلنا معكم دائما. بعدك شكرا لكل من الدنيا. انا بقول لها الله يوفقك يعني ما شاء الله عليه افرح في التربيه، وهي بذرة صالحة اللي بتساعد والدها بانه يطور عمله حتى يزدهر ويكون الاردنيين. يعني الرسالة كانت رسالة سامة، فانا اكيد راح اكون معك. يعني انا والله لما عرفت عن الموضوع اجينا احنا قريت المنشور عليك الف اثر فيك كلامك طيب، اثر فيك اكثر بإصراره وبنجاحه واستمراره على العمل وإصراره على النجاح ضمن كل التحديات. علي كلمة لسحاب لهذه المنطقة الواجهة السياحية بأهلها بناسها من الداخل ومن الخارج، معالي وزير العمل، معالي نائب السفير، ماذا يقول للناس يعني عن هذه الواجهة السياحية الرائعة؟ مطعم رائع جميل يا سيدي. احنا بنحكي سحاب كانت دائما عمود فقري للاقتصاد الأردني، هي عمود الصناعة وعمود السياحة، وهي التي ترفد معظم المصانع بأبنائها اللي عمالهم بيكونوا ملتزمين وعمالهم بيكونوا عندهم أكبر درجة من الكفاءة والمهنية اللي نجح الاقتصاد الأردني ويكون دائما اقتصادنا قوي واقتصاد مليء. شبابنا اللي احنا بنشتغل فيهم كل المصانع اللي عم نزورها اليوم عمالهم بيحكوا كيف الشباب في سحاب عمالهم بيكونوا ملتزمين بالعمل، عمالهم بيساعدوا المصانع انها تكبر وتتوسع. وانا اليوم لما شفت في هناك وظائف كثيره وفي مهن كثيره مصانع كثيره في سحاب عمالها بتدور على ابناء في سحاب يجي يشتغلوا فيها والمناطق المحيطه فيها. فاليوم يعني هالهمه هاي والنفسيه هاي اللي بنشوفها بكل محافظاتنا في سحاب بالتحديد، اليوم بمدينه في منطقه سحاب بالتحديد اللي عمالنا بنشوفه من الالتزام شيء بيرفع الراس. بس حبيت اليوم اكون مع ابو عبد الله، ابو الربا اللي موجود راح تيجي على الطريق. لا يا سيدي هذا واجبنا انتم تقوموا بجهد عظيم رائع وجميل جدا الله يخليك. اشكرك معالي سعادة النائب اللي يعني
يعطيكم العافية. يعطيكم العافية.